في الشكل المثلثان ألف واو باء وجيم واو دال متشابهان، سمي زوجة من الزوايا المتناظرة بسبب تشابه هذين المثلثين. نفس الطريقة المبدأ اللي مشيت عليه، الزاوية هذه تقابل من رأس الزاوية هذه، خلينا نسميها واحد واثنين. الزاوية واحد تقابل من رأس الزاوية اثنين، إذا الضلع المقابل للزاوية واحد هو نفس الضلع المقابل للزاوية اثنين. إذا نقدر نقول بسهولة إنه دال جيم يناظر أيوة باء ألف أو ألف باء. نفس الكلام، الزاوية واحد تطابق الزاوية اثنين بالتبادل والتوازي، إذا الضلع المقابل للزاوية اثنين يناظر الضلع المقابل للزاوية واحد. من الضلع المقابل للزاوية واحد اللي هو دال واو، نقول يناظر الضلع المقابل للزاوية اثنين اللي هو مين؟ واو با. هاي خلصنا من القصة هاي. إذا الثالث يناظر الثالث، هاي أسهل طريقة لتعرف مين هما الأضلاع المتناظرة في المثلثين. يلا، وقف طالب أمام شجرة كما في الشكل، كويس؟ ساعد الطالب في إيجاد طول الشجرة. من نطلع حاجة، خلينا نقول هاي اسمها سين عشان بس نسهل الأمور. واضح إنه الشخص مع الأرض بهذا الشكل عمل مثلث قائمي الزاوية. إذا أنا بقدر أتخيل مثلثين قائمي الزاوية، هذا الشخص نطاق مثلث الصغير وهذه قائمة، وسهل جدا أثبت المتشابه لأنه هاي قائمة، عفوا هاي قائمة وهنا زاوية مشتركة وهذه قائمة، إذا زاويتين في المثلث الكبير يطابقان زاويتين المثلثين الصغير، إذا معناته المثلثين مالهم متشابهين. هذا الشخص طوله واحد ونص حطيته هيك، وهي اثنين وربع، كويس. الآن المثلث الكبير اللي هو الشجرة، هاي تمثل الشجرة اللي هو سين اللي أنا مش عارفها، وإيش كمان؟ بس هذا الضلع مش معطى وهذا الضلع مش معطى، فيش شيء معطى غير هذول. طب سهل جدا، هاي سمي صاد مثلا ومش عارفه كم مني. لا هاي معطينها تسعة، آسف ما بديش تحل السؤال صراحة، إذا هيك معطينها قديش؟ تسعة. إذا هاي تسعة، مش انتبه، هاي تسعة. إذا معناته مدام المثلثين متشابهين، إذا بنقدر نعمل التناسب بكل سهولة. تسعة على اثنين وربع، تسعة على اثنين وربع يساوي، إحنا هيك بدأنا من هون، بدأنا من هذا المثلث. إذا سين على واحد ونص ضرب تبادلي، بنروح عاملين هيك، اثنين وربع سين يساوي تسعة في واحد ونص، وبعدين نقول سين تساوي تسعة في واحد ونص على اثنين وربع، ومنروح حاسبينها بكل سهولة بتطلع معنا. يلا في الشكل عين لام يوازي سين صاد، هي لازم هيك عين لام يوازي سين صاد، وين عين لام؟ هي تحسب الشكل قدامنا واضح. سين صاد خمسة، سين صاد خمسة سنتي، وعين لام ثلاثة سنتي. طبعا دول مثلثين أكيد متشابهين، الصغير والكبير متشابهين. واو لام، واو لام ثمانية، هاي واو لام ثمانية. احسب طول واو صاد، واو صاد، يعني بدينا نطلع هذا الكبير من هون لهون قديش؟ طيب سهلة جدا، احنا بنقول ثلاث على خمسة، يعني انا اخذت على المثلث الصغير، هسه عيني على المثلث الصغير، اخذ ضلع من المثلث الصغير اللي هو الثلاث، قسمته على الضلع المناظر اللي هو خمسة. إذا راح يكون عين ثلاث على خمسة يساوي، يلا خذ ضلع الصغير من المثلث الصغير اللي هو واو عين لام، راح يطلع ثمانية، ثمانية على سموا هاي سين الكبيرة، هاي سين. إذا تسوي ضرب تبادل انتهى السؤال. ثلاثة سين تساوي أربعين، هي خمسة بثمانية، إذا سين تساوي أربعين على ثلاث، انتهى السؤال. سؤال أربعة، المثلث ها واو يا يشابه المثلث عين صاد سين، حيث واو يا وها يا متناظران على التوالي مع صاد سين وعين سين. كيف يعني؟ خلنا نرسم، هذا كان مش فاهم يجي أنا. إذا ارسم هاي المثلث الأول اسمه ها واو يا، المثلث الكبير خلنا نعتبره مثلا عين صاد سين، بحيث ان واو يا اللي هو هذا يناظر صاد سين اللي هو تحت، يعني زي ما رسمت، وها يا اللي هو هذا
يناظر عين سين اللي هو هذا كويس. اذكر الزوايا المتناظرة في هذين الشكلين سهل. عين تناظرها زاوية، عين تناظر الزاوية ها، الزاوية واو تناظر الزاوية صاد، الزاوية يا تناظر الزاوية سين. احسب طول صاد سين وعين سين، بدي اطلع صاد سين وعين سين. إذا علمت أن واو يا 20، واو يا 20 حطها 20، وها يا 24، وها واو 32، وصاد عين، صاد عين معطيني إياها 16. بما أن المثلثين متشابهين إذا أضلاعهم المتناظرة تكون متناسبة، خلينا نسمي هاي ألف ونسمي هاي باء، اللي هو يعني صاد سين اسمها ألف وعين سين اسمها باء، بس عشان يكون أسهل في الحسابات. إذا أنا راح أقول هيك 24 على 16، يعني أخذت الضلع اللي هو ها يا اللي هو يناظر الضلع عين صاد، قسمت 24 على 16 المفروض تطلع نفس الإجابة لو قسمت ها واو اللي هو 32 على الضلع المناظر إله اللي هو، لا عفوا أنا إيش اللي عملته، آسف بعيد، عند قسم الأضلاع المتناظر 32 مناظر إلى 16، 32 مناظر إلى 16 هي نفسها 24 على باء، لأنه طلع كيف هذا الضلع مناظر لهذا الضلع، هيك حسب الرسم اللي أنا رسمتها، ويساوي الضلع هذا اللي هو طوله قديش 20 على الضلع المناظر له 1000. الآن هذه صار عنده هنا تناسب، وبنعمل ضرب تبادلي. إذا بتحبوا بنختصر 32 على 16 فيها 2 على 1 أسهل من بدل ما نعملها 32 على 16 يساوي 24 على باء، اضرب تبادلي هيطلع عندنا 2 باء يساوي 24 عندما باء تساوي 12. بالمثل بعمل مع مين؟ مع ألف، 2 على 1 يساوي 20 على ألف، اضرب تبادلي 2 ألف يساوي 20 يعني ألف تساوي 10. التطابق